بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالسابقين، فلا يعود ما قد ولى منه، ولا يبقى سرمدا ما فيه. فتبا لدار أردنا من ملاعبها عجائب ما أتاها الدهر سحار. أخ العلمي، لا ينجيك علمك إن فاتتك خشية رب اسمه الدار. أخ المال، لا تركن لكثرته، فالمال كالماء كرار وفرار. ادرع إلى الله يا من بات في سعة من نعمة من الله، فإن الدهر دوار. الدهر دوار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها لأهوال يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله. أحبابي، قرأ قارئنا أواخر سورة مريم، وقرأ شيخنا أوائل سورة طه، والمتأمل في كتاب ربي سبحانه نجد بأن القرآن الكريم كما بدأ شيخنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، ده لازم نقف عند الآية دهيا وقفة ووقفات. وشيخنا في هذه القراءة الجميلة ويقرأ أوائل سورة طه، عندما نقرأ في سورة طه عشان نربط ما بين السورة دي والسورة دي يا مولانا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. نعم، اربط بقى ما بين الآيتين وبعضها. إن الذين آمنوا سيجعل لهم وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الآيتين الاثنين أحبابي نجد بأن الله عز وجل سيجعل الناس يوم القيامة فريقان. يوم القيامة فريقان، فريق يحمل وفريق يحمل.
وكل بعمله، فريق يحمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أهل اللغة العربية يقولوا تعرفين الود؟ أهل اللغة يقولون بأن الود إنما هي الركوبة الدابة التي تحملك يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم الرحمن دابة. فمن الناس من دابته كالنفاثة، ومن الناس من دابته كالطائرة، ومن الناس من دابته كالسيارة، ومن الناس من دابته حمارة كالحمارة على قدها، ومنهم اللي هيمشي. كل بعمله. أنت الذي تصنع هذه الدابة، وأنت الذي تصنع هذه الركوبة. هات الفريق الثاني بقى. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة، يحمل يحمل، والثاني يحمل يحمل وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. أحبابي، هذه الوقفة إنما هي لوصية المتوفى. وصت مرارا وتكرارا بأن أقف وأدعو لها مرارا وتكرارا. لكن الوصية بقى كانت بتقول لي أما موت عند راسي وقبل ما اتغسل ادعيني. شاء القدر إن أنا مش فاضي، لكن الوقفة موجودة، هي أدعو لها الآن وهي تحت أطباق التراب لا تستطيع الوصول إلينا. أدعو لها وهي بين يدي الرحمن داعين لها. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، اللهم شفع فيها القرآن، وشفع فيها الصيام، وشفع فيها نبينا خير الأنام، اللهم شفع فيها مرضها يا الراحمين. مرضت كثيرا وتعبت كثيرا، اللهم شفع فيها مرضها، اجعله شفيعا لها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين رحمة واسعة يا كريم. أنزل يا ربنا عليهم بواسع رحمتك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا وارانا التراب، ارحمنا إذا فارقنا الأهلون والأصحاب. هذا والله أعلى وأعلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها السادة، مع مسك الختام، مع آيات الله البينات، وقارئنا قارئ جمهورية مصر العربية، والمقيم في محافظة المنوفية فضيلة القارئ.
الشيخ احمد السيد فرض القارئ والمقيم بمركز ومدينة اشموش. ندعو الله له بالتوفيق وحسن التلاوة ولنا ولكم حسن الاستماع. ان الله ولي ذلك والقادر عليه.